عليكم. فيديوهات كتير حكيت فيها عن خسارة الوزن والناس اللي حابة تخس، وحكيت عن كتير نصائح فيكم تستعينوا فيها علشان تنزلوا بالوزن وتوصلوا للوزن المناسب لطولكم. حسب لكم روابط الفيديوهات هذه بصندوق الوصف إذا الحابب يطلع عليها. ولكن بفيديو اليوم حتكلم عن فئة تانية، الفئة هذه مش محتاجة إنها تخسر بالوزن، أو كانت هذه وزنها كتير ونزلت وصلت للوزن المناسب لطولها وما زالت مش راضية عن شكل جسمها، أو الشغلات اللي عملت دايت علشانها أو عملت رجيم علشانها علشان تنزل ما نزلت، وضل في بعض المناطق مغلباها أو ضل في بعض المناطق ما زال فيها دهون، زي مثلا دهون ما زالت في بعض الأرداف، دهون ما زالت في بعض الذراعين أو شوية من البطن. هاي الدهون اللي إحنا عملنا دايت علشانها ونزلنا بالوزن ولكن ما زالت موجودة ومش عارفين شو نعمل. أكيد أنتوا مش بحاجة أنكم تخسروا وزن زيادة إذا وصلتوا للوزن المناسب إلكم، أنتوا محتاجين لشغلات كتير تانية هحكي لكم إياها بالفيديو هذا، خليكم تابعين. وزن مناسب لطوله ولكن شكل الجسم ما بيوحي بالوزن اللي احنا واصلين له، يعني مثلا اذا الشخص 60 او 70 كيلو ولكن شكل جسمه بيبين انه اسمن، او شكل جسمه ما بيوحي انه 60 او 70 كيلو، اكيد هذول الاشخاص مش بحاجة انهم ينزلوا بالوزن اكثر علشان يكون شكل جسمهم مناسب. كل المحتاجين انكم تعملوا حاجة اسمها ريكومبوزيشن للجسم. ريكومبوزيشن يعني انه احنا بحاجة لإعادة تشكيل الشغلة هذه او إعادة تغيير مكوناتها. وبالنسبة اذا احنا بنحكي عن الجسم، يعني احنا بحاجة لإعادة تكوينة نسبة العضلات للدهون، يعني احنا بحاجة الى زيادة نسبة العضلات مقابلة لنسبة الدهون الموجودة بالجسم علشان نوصل للشكل والوزن المناسب مع بعض. وما ننسى انه مش بس رقم الجسم على الميزان هو المهم، كمان شكل الجسم مهم كتير يكون متناسب ومتناسق مع وزننا اللي وصلنا له، يعني الوزن والشكل للجسم بيكملوا بعضهم البعض، ما بينفع يكون في خلل في النسبتين مع بعض. طيب كيف احنا ممكن نعمل ريكومبوزيشن للجسم او نعمل اعادة تشكيل لتكوينة العضلات والدهون في الجسم ونزيد نسبة العضلات في اجسامنا؟ اكيد عن طريق الطبق تبعنا او الصحن تبعنا اللي بناكل فيه خلال اليوم. يعني لو احنا اشخاص بناكل نشويات كتير وسكريات كتير اكيد نسبة الدهون بجسمنا رح تكون اكتر، ولو احنا اشخاص بناكل لحمة كتير وبروتين كتير اكيد نسبة المسلز العضلات بالجسم رح تكون اكتر، والشغلة اكيد حتكون مترتبة انها تكون نسبة وتناسب اكتر ما هي كمية. لانه ببساطة ممكن يجيني شخص او وحدة تقول لي طيب انا باكل لحمة كتير باليوم ولكن عندي دهون كتير وجسمي مش مشدود. الشغلة هي نسبة وتناسب، يعني لو انت بتاكل او انت بتاكل لحمة كتير تقريبا نص كيلو لحمة باليوم او نص فرخة باليوم وقدامهم صحن محشي كبير او صحن رز كبير او بحلي بعدهم بطبق من الحلويات، اكيد ما تاكليش اللحمة نهائي او ما تاكلش اللحمة نهائي لانه ما الها اي لزوم ومش هتعمل اي حاجة، لان بالطريقة هذه احنا رفعنا هرمون الانسولين اللي هو الهرمون المسيطر. في وجوده بتهبط جميع الهرمونات التانية، بيهبط هرمون النمو، بيهبط هرمون تكوين العضلات وهرمون الحرق، وبنصير احنا في مرحلة تكوين للدهون. المهم بالموضوع هو نسبة البروتين لنسبة النشويات في طبقنا خلال اليوم، والصح والمظبوط ان نعمله ان نرفع كمية البروتين في الطبق تبعنا ونقلل نسبة الكربوهيدرات والنشويات على الاخص الى اقصى درجة، ويفضل الاستغناء عنها خلال الاسبوع، بكفي مرة او مرتين نتناول نشويات وبكمية بسيطة وتكون نشويات صحية، بجانب البروتين ناكل خضروات وكمية بسيطة من الدهون الصحية. يعني المسيطر يكون في طبقنا خلال اليوم هو نسبة البروتين علشان نكون احنا هيك ماشيين صح، وما يكون عندنا هرمون الانسولين مرتفع طوال الايام اللي احنا حابين نغير فيها شكل جسمنا. هذه نقطة. النقطة الثانية والمهمة وما فيها خيار لازم نعملها علشان نحصل على نتائج مرضية ونتخلص من المناطق اللي ما زالت مزعجانا بشكل الجسم لما وصلنا للوزن المناسب إلنا، هو انه احنا لازم نتمرن. التمرين هو اللي حيغير نسبة الدهون والعضلات في الجسم، حيرفع نسبة العضلات ويقلل نسبة الدهون. التمرين بيساعد على بناء العضلات، التمرين بيساعد على رفع هرمون النمو اللي هو هذا الهرمون بيرتفع مع هرمون الحرق وهرمون البناء. علشان هيك احنا بحاجة للخيارين هدول، ان نغير تكوين الطبق تبعنا خلال اليوم. والشغلة الثانية انه لازم نتمرن ومش اي تمارين. احنا في المرحلة هذه مش محتاجين تمارين كارديو وتمارين حرق دهون، على قد ما احنا محتاجين تمارين مقاومة، تمارين اللي بتبني العضلات
وتمارين تكون بتركز على بناء العضلة وتشكيلها. مش من الضروري انه نحصل على عضلات بارزة خلال التمرين، ولكن الاكيد والصح اللي حيحصل معنا انه شكل الجسم حيصير ألم وأخس، وحنتخلص من المناطق اللي مزعجانا في أجسامنا بإذن الله. هذه الشغلات المهمة. يعني خلاصة فيديو اليوم، إحنا إذا كنا أشخاص وزننا مش كتير على الميزان، أو كنا أشخاص وزننا كتير وعملنا دايت ونزلنا بالوزن وما زال شكل جسمنا مش عجبنا، أو في بعض المناطق اللي فيها خلايا دهنية ما زالت مزعجانا، إحنا مش بحاجة إنه ننزل أكتر على الميزان ونصير 50 و40 كيلو. بالعكس، إحنا بحاجة إنه زي ما حكيت لكم أول حاجة نغير تكوينة الطبق تبعنا ونزيد نسبة البروتين ونقلل النشويات، أو نوصل مرحلة إنه نستغني عنها، وكمان نتمرن ونعمل تمارين مقاومة. وهذه مش خيارات، هذه شغلات إجبارية. إذا أنتوا أشخاص عن جد مهتمين تغيروا شكل جسمكم وتحصلوا على شكل جسم أخس وألم. هذا كان كل إشي لفيديو اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا، وبتمنى تعملوا بالنصائح هاي إذا كنتوا أنتوا من هاي الفئة اللي وزنكم قليل على الميزان. وما تنسوا اللايك والشير للفيديو، واعملوا اشتراك بالقناة، وما تنسوا تفعلوا جرس التنبيهات علشان لما نعمل فيديوهات جديدة توصلكم فيها اشعارات بإذن الله، ونضل على تواصل معكم. هلقيت بدي احكي لكم، السلام عليكم ورحمة الله.